ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلينا في حسب شوية. كافيه كافيه. لاحظوا، خلينا شوي في الألفاظ. حسب يحسب، وحسب يحسب. حسب يحسب يظن، وحسب يحسب يظن. ولاحظوا وحسب يحسب بعد. طب وحسب يحسب صار شريف صاحب حسب. بدناش نخوض كثير في التفريق في هذه الألفاظ، ولكن كلها مدارها ايش على فكرة؟ هو الله سبحانه وتعالى كيف يعني سريع الحساب؟ وليش يعني صار حسبك حسبي يعني يكفيني؟ الله سريع الحساب هو لاحظوا يطلع، لاحظوا يطلع ويشرف ويعلم كل الحقائق ثم يحكم. فهو سريع الحساب من ناحية ايه؟ هو يعلم وكاشف ومطلع. ليش سريع الحساب؟ ما هو يعلم وكاشف ومطلع على كل صغيرة وكبيرة عندك، وبالتالي يحكم على اساس ما يعلمه. ليش حسبنا الله على فكرة؟ لانه هو، دققوا معي، لانه هو المطلع على كل صغيرة وكبيرة ودقائق الامور من واقعنا نحن وايش احنا بنحتاجه. لاحظوا، ويعلم كمان فوق هذا علم اخر، هو يكفينا. اذا شو معنات، لاحظوا حلمك، هو ايش يعني معناته يكفي؟ ايش هو يكفي؟ حسبي يعني اللي اعطيتني اياه، دققوا معي، يعني اللي اعطيتني اياه تماما جاي على قد ما بدي. طيب كيف اجي على قد ما بدي؟ معناته لاحظوا في معرفة بواقعي وحاجتي، معرفة بواقعي وحاجتي، فصار فيها معنى انه يكفي. شو يعني يكفي؟ لانه لا يكون يكفي الا بعد الاطلاع على حاجاتي وايش انا. ولذلك هي ليش قضية العد على فكرة، اللي هي برضو من ضمن حسب يحسب يعد، برضو من ضمن معانيها، لانه العد هو اللي بيخليك تعرف حقائق الاشياء، بتعد من ضمن يعني الامور اللي بتجعلنا نعرف حساب اللي هو متعلق بايش؟ بالعدد. ولذلك اليوم اذا بتلاحظوا عالم الاحصاء هو كل الدول اللي بتتخذه للمعرفة وادراك الواقع بيستخدموا عالم الاحصاء، تمام. واذا عرفنا نستطيع نعطي المطلوب يكفينا خلاص. هذا في الاصل هيك على فكرة القضية. قالوا قديش بعدنا؟ بدناش يدركنا الوقت. طيب قالوا